بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بالنسبة لخريطة الترم الثاني، اعرفوا بدايته ونهايته مواعيد الامتحانات. طبعا 8 فبراير 2020 بداية الفصل الدراسي الثاني، يعني شهر 8/2. احنا النهاردة 24، يعني قدامنا 6 عشان نخلص شهر 1 أو 7 وبعدين 8، يعني قدامك كده الأجازة هتعتبر هتبدأ أهو، تمام، يعني 15 يوم ونبدأ الترم التاني. نفضل ماشيين في الترم التاني، بعدها ب 12 يوم بالظبط، 20 إبريل أجازة شم النسيم، 20 إبريل هتبقى أجازة شم النسيم. 25 إبريل، طبعا إبريل ده شهر 4، تمام. احنا فبراير خلاص هنبدا ماشيين الدروس، بعدها بشهرين بقى نبدا بقى 20 ابريل اللي هي اجازه شم الايه النسيم. 25 ابريل عيد تحرير سيناء، يبقى اجازتين في اسبوع واحد. 1 مايو اللي هو شهر 5 عيد العمال، تمام. بعدين 2 مايو بدايه امتحانات النقل ثم الشهاده الاعداديه، يعني الامتحانات هتبقى في شهر 5. الترم الثاني قصير جدا، 2 و3 و4 و5، يعني يا دوب نص 2. طيب بعدين عيد الفطر هيبقى من 23 مايو و26 مايو، وتبدأ بقى ايه لو في الشهادة تبقى خلصت قبليه. 6 يونيو هتبقى امتحانات الثانوية العامة، تمام. انتهاء بقى الدراسة برياض الأطفال وسنة أولى وتانية ابتدائي هيبقى 28 مايو، تمام. دي كل مواعيد الترم الثاني. السلام عليكم.